مساء الخيرك. ومثل قديم يقول قبل البسم الله يمد ايده. عاد ولا جماعة حاليا بعدنا ما قايلين بسم الله، وكل يوم نسمع عن طرح الإطار التنسيقي مرشح جديد لرئاسة الوزراء، وهم لحد الآن ما حاسمين حواراتهم مع الكتل الأخرى. لكن إذا تذكرون قبل تشكيل الحكومات السابقة كان الهدف من تسريب أسماء المرشحين هو الحرق. أما اليوم الواضح أنه الهدف مختلف، وهو إرسال رسالة معينة بأنه رئاسة الوزراء ستعود إلى حزب الدعوة. مو بس هذه، الظاهر أكو رسالة أخرى يراد إيصالها أيضا، خاصة بعد تسريب أخبار عن ترشيح السيد المالكي للسيد قصي السهيل لرئاسة الوزراء. وإذا نرجع إلى عام 2019 راح نلقى السيد المالكي أيضا رشح السهيل للرئاسة، لكن قيادات داخل حزب الدعوة اعترضت. الواضح أنه الرسالة من هذا الموضوع هي استفزازية للتيار الصدري، لأنه السهيل دخل البرلمان عام 2005 كمرشح عن التيار الصدري، وعام 2013 قدم استقالته من منصب نائب رئيس البرلمان بعد اتهامه من قبل التيار الصدري بالعمل لصالح المالكي، وفعلا انضم إلى السيد المالكي في دولة القانون أو حزب الدعوة. السؤال هنا، فعلا الإطار يريد يستفز السيد الصدر مثل هذه الأمور؟ وهل من مصلحته أنه يثير غضب الكتلة الصدرية بعد أن تحولت إلى معارضة الشارع؟ الموضوع الغريب الآخر صار أيام والكل يتساءل شلون راح يتحاور الإطار مع الديمقراطي الكردستاني، وراح يقبل بشروطهم حتى يضمن تشكيل الحكومة؟ لكن اليوم وكالات مقربة من الإطار نقلت عن مصادر سياسية بأن قادة الإطار التنسيقي التقوا بوفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة السيد فؤاد حسين، والتسريبات كانت تبين وكأنما الإطار هو من يفرض الشروط وليس الديمقراطي. مثلا تذكر المصادر أنه قادة الإطار أكدوا لوفد البارتي ضرورة حسم الحزبين الكرديين لمرشح رئاسة الجمهورية، وأن مدة الحسم ليست مفتوحة وبخلافه يدخلون البرلمان بمرشحين اثنين. شنو دقة هذا الكلام؟ المفروض السادة بالديمقراطية يجاوبونه. بكل الأحوال البعض ما زال يتحدث عن إمكانية أن يقرر الإطار اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء وتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة. صحيح الأغلبية يشوفون هالشيء مستبعد، لكن يبقى الباب مفتوح أمام جميع الاحتمالات، لأنه الظاهر إحنا بزمن المعجزات، والدليل اليوم تمت ولادة عجل براسي أنا بناحية الشوملي جنوب محافظة بابل. لذلك لا تستبعدون شيء، يجوز هالمرة الحكومة إلها رأس واحد يقدر يحاسب المواطن. الموضوع الثاني اللي أريد أتحدث به هو جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم. السيد رئيس الوزراء استثمر الجلسة حتى يرسل رسالة لأطراف معينة، وتحديدا الأطراف اللي صار لها كم يوم شان حملة على أجهزة أمنية معينة. خلونا نسمع جزء من هذه الكلمة. المؤسف أن هناك من يقدم الدماء من أجل العراق، وهناك من يشكك بهذه الدماء. أتمنى علينا كعراقيين أن نتوحد في هذا الوقت الحساس من أجل العراق ومن أجل عملية إصلاح حقيقية في نظامنا السياسي في نظامنا الاقتصادي، حتى تنعكس انعكاسات إيجابية على المجتمع والمواطنين. أرجع أقول أسأل سؤال، ما هو الهدف من هذه الاتهامات والتخوين؟ خلال سنتين اتهمت هذه الحكومة اتهامات حملناها خاطر الناس خاطر العراقيين، وتحملنا مسؤولية كليتنا كرئيس وزراء ووزراء. تحملنا لخاطر الناس، زين إذا الناس إلها خاطر يمكم، شنو القرارات اللي صدرتوها اليوم والناس تعيش بأزمات ما نقدر حتى نحصيها؟ أزمة كهرباء، أزمة سكن، أزمة بطالة، أزمة صحية، أزمة جفاف وتصحر، أزمة تربوية وتعليمية، تفكك مجتمعي وأسري، تنامي للجريمة المنظمة وغير المنظمة، وغيرها من الأزمات. مو المفروض بالجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء تصدر قرارات تعالج هذه الأزمات؟ تدرون شنو قرارات جلسة اليوم؟ قرارين فقط. الأول إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة، والثاني تخويل مدير هيئة الضرائب صلاحية التفاوض والتوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع أذربيجان، والباقي عبارة عن سوالف. حتى المؤتمر الصحفي اللي عقد المتحدث باسم مجلس الوزراء بعد انتهاء الجلسة كان أغلبه يتحدث عن هذه الحكومة وكيف واجهت المصاعب والتحديات ونهضت بواقع البلاد. وخلونا نستمع أيضا إلى جزء من هذا التصريح. شكر السيد رئيس مجلس الوزراء الحكومة الوزراء جميعا على تحملهم المسؤولية الاستثنائية منذ سنتين في بلدنا، تحملت فيه مسؤوليات كبيرة للنهوض بالعراق. الوزراء كل بحسب تخصصه قام بواجبه، واليوم كان هناك حديث في هذا الموضوع. من جانب آخر كان هناك كلام عن سياسات العراق الخارجية وعلى النجاحات التي حققتها هذه الحكومة في الانفتاح على بلدان الجوار الإقليمي وما أنجزته
في هذا العام والعام الذي قبله، خاصة عام 21 الذي أطلقنا عليه اسم عام الدبلوماسية. النقطة الأخيرة أن هناك تأكيد على أن تستمر هذه الحكومة بعملها حتى آخر لحظة، لكن هذه الحكومة في مهماتها في أن تقدم خدمات أساسية للعراقيين ماضية وتعمل حتى آخر لحظة. بالمحصلة نبقى نسولف، وهذا الفيديو يختصر واقع العراق الحالي. دراجة نارية تتجول داخل مستشفى البصرة العام. نشوف هذا الفيديو ونروح الفاصل.